عجيب أمر هذا النادي، اسمه نادي النقطة ولا توجد أي نقطة على تلك الحروف. لو وضعنا نقطة على العين لأصبحت غينة، لو وضعنا نقطة على الراء لأصبحت زايا. وهذه السين لو رسمنا فوقها ثلاث نقاط لأصبحت شينة. القصة يا سيدي أن أجدادنا العرب القدامى كانوا يكتبون الحروف بلا نقاط. هذه أعرفها. ولكن عندما امتدت اللغة العربية إلى مشارق الأرض ومغاربها عن طريق الفتوح، جاءت امرأة إلى الشاعر الفرزدق تستنجده قائلة: إن ابني خنيس ذهب إلى بلاد السند مع المجاهدين الذين يقودهم تميم بن زيد القضاعي، واشتقت إليه وتميم صديقك، فإن رأيت أن تكتب إليه في أن يقفل إلي ولدي. قلب الأم. فكتب الفرزدق إلى القائد العربي تميم يسأله في أن يقفل إليها ولدها، فكتب له ثلاثة أبيات من الشعر، وكانت أبيات الشعر حروفا بلا نقاط. تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها، أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليه ترابه، فهب لي خنيسا واتخذ فيه منة، أهبه لأم لا يسوغ شرابها. ولكن ما أدراني أن اسم هذا الشاب الذي تطلبه أمه خنيس أو حبيش أو حشيش. فقال: أقفلوا كل من اسمه خنيس، حبيش، حنيش، حشيش أو خنيش. فذهبوا أعدوا الرجال، فتبين أنهم 80 رجلا، فأرسلوا كلهم إلى أهليهم.